أكثر من 54 ألف مترشح يجتازون امتحانات دورة المراقبة للبكالوريا، ووزير التربية يؤكد اعتماد إجراءات إضافية لتفادي الغش. فريق من طلبة المدرسة العليا للتكنولوجيا والإعلامية تحصلوا على المرتبة الأولى في مسابقة دولية للآليات ذاتية الدفع بتايوان. تنظيم داعش يسيطر على مصفات النفط الرئيسية في بيجي، ومواجهات دامية بين هذا التنظيم والجيش العراقي في مناطق مختلفة من البلاد. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الظهر. شرع نحو 54,691 مترشح اليوم في اجتياز امتحانات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وذلك إلى غاية يوم الجمعة 27 من الشهر الجاري. وقد أكد وزير التربية فتح الجراي أن الوزارة قد اتخذت عدة إجراءات إضافية لتأمين سير الامتحانات ولتلافي تكرر حالة الغش التي تم تسجيلها خلال الدورة الرئيسية. انطلقت دورة المراقبة لامتحان البكالوريا محملة بآمال أكثر من 54 ألف مترشح، اليوم عادوا لمعاهدهم باستعدادات متفاوتة لتدارك ما فاتهم في الدورة الأولى. تحت كنترول على شوي بكل الفيزيك ياسر كان صعيب بالحق. دوزيام ماتيير سبيسيفيك سيتي فرانشمون سيتي سوفيستيكي او نيفو، معناها لا شيمي كيف كيف فيزيك. جبت موين ضعيف ياسر، اما عندي بوزيتيف معناها بالنسبه لي انا، خاطر نجم نطلع فاسيلمون عادي. معناها واحد ما يستريسش روحه، ولا غالب فرصه الاولى ما مشاتش، الفرصه الثانيه ان شاء الله. دوري صغيره معناتها نتاع ريفيزيون، هكا ريفيست اللي نجم نهزهم كهو، ان شاء الله واحد ربي يوفقه كهو. بيصعبوها علينا برشا سنة، ان شاء الله المره هذه خير وكهو. التركيز والثقة بالنفس عاملان أكد عدد من الأساتذة أهميتهما للفوز بشهادة البكالوريا. يلزم يعديو على أساس النجاح، ديما يحط يكون بوزيتيف، الإنسان يكون بوزيتيف ويقول لي باش ننجح ويعطي كل ما عنده. عليهم كان بالتركيز ويتفاداو الأخطاء اللي عملوها في دورة الدورة الرئيسية إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق معناتها عليهم. وقد أشار وزير التربية فتح الجراي الذي أشرف على انطلاق دورة التدارك بمعهد ابن أبي ذياف بمنوبة، أشار أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتأمين سير الامتحانات وللحد من حالة الغش التي سجلت خلال الدورة الأولى. عملنا على مزيد من اليقظة والتنبه، كثفنا عملية المراقبة، شددنا أكثر عملية المراقبة، استعدينا لبعض ربما الظواهر اللي تحصل في دورة المراقبة على غرار انتحال الصفة، نقصنا برشا من عدد المترشحين داخل قاعة الواحدة، زدنا عدد المراقبين. الخامس من جويلية المقبل سيكون موعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة، موعد ستنطلق بعده وزارة التربية في الاستعداد للموسم الدراسي المقبل، وعلى مكاتبها ملفات حارقة أبرزها اتخاذ قرار نهائي في مسألة إلغاء العمل باحتساب نسبة 25% من المعدل النهائي للبكالوريا. انتظم صباح اليوم بساحة القصبة بالعاصمة موكب عسكري رسمي بإشراف وزير الدفاع الوطني غازي جريبي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 58 لانبعاث الجيش الوطني. تم خلاله رفع العلم الوطني رمزا لسيادة البلاد واستقلالها، وحذر الموكب بالخصوص أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلة من سامي إطارات وزارة الدفاع الوطني من العسكريين والمدنيين. قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر فيما يعرف بقضية كاكتوس إلى موعد لاحق استجابة لطلب شقي الدفاع. لسان الدفاع عن المتهمين طلب التأخير لأجل متسع لإعداد وسائل الدفاع، في حين طلب محامو القائمون بالحق الشخصي التأخير لأجل غير متسع على اعتبار أن القضية جاهزة للفصل. جلسة حضرها كافة المتهمين الذين هم بحالة سراح، وهم سامي الفهري وعبد الوهاب عبد الله والرؤساء المديرون العامون السابقون مؤسسة التلفزة التونسية. تحصل فريق من طلبة المدرسة العليا للتكنولوجيا والإعلامية على كأس البطولة العالمية للآليات ذاتية الدفع بتايوان. هذا البحث نوقش اليوم كمشروع تخرج بالنسبة للطلبة المعنيين. هي لحظات الفوز، الفوز بجائزتين وبكأس البطولة العالمية للآليات ذاتية الدفع.
انتصار له طعم خاص بحكم تحقق هذا الإنجاز في أحد معاقل عمالقة التكنولوجيا الروبوتيك، ونقصد بهم الصينيين والروس والتايوانيين. وفي اللحظة اللي حطوا فيها النشيد الوطني معناتها وهزينا الكاس وكل شيء، فريمون كان إحساس ما يتوصفش. نجمنا نشرفوا تونس ونشرفوا ليكول متاعنا ونفرحوا أهالينا وأصحابنا اللي خلناهم يستناو معنا في ريزلتا باهية. تعبنا والحمد لله يا ربي الريزلتا جاتنا على قد تعبنا. نفسه معناتها الروس اللي هم معروفين معناتها الشراسة متاعهم في الميدان هذايا في تايوان، والله هم معناتها شرفوا المدرسة أولا، شرفوا البلاد. نجاح دولي تلاه تميز محلي خلال تقديم هذا العمل في إطار الأعمال البحثية للمدرسة العليا للتكنولوجيا والإعلامية. تقرر إسناد الطلبة على 19 من 20. On est en face d'un vrai système distribué où on المعالجة نتاع المعلومات في أربع أماكن ويقع التنسيق من بين الأربع معالجات هذوما، معناتها الالجوريتم اللي موجودين في وسط البرامج معقدة جدا. الاستعمالات الممكنة هي بالنسبة لكل العربات الذكية الآلية الحركة، استكشاف الغابات وال يعني الأماكن الصعبة اللي ممكن الإنسان ما ينجمش يخلد لها، كيف ما في المناجم، كيف ما بالنسبة للغابات. ليش ليزاندوستري المصانع والمؤسسات ما يستغلوش الخدمة اللي خدمناها احنا، سيرتو انا عملنا حاجات معناها نسحقوها في الحياة اليومية نتاعنا. سؤال يحق لهؤلاء الطلبة طرحه، خاصة والكفاءات التونسية تثبت مرة أخرى جدارتها خاصة في المجالات العلمية، وتؤكد مجددا قدرتها على تشريف الوطن في المحافل الدولية. تم بعد ظهر أمس التوقيع على اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بحضور رئيس الحكومة مهدي جمعة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، وتبلغ نسبة الزيادة 6% من الأجر إضافة إلى 10 دنانير كمنحة حضور. بحضور رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، وقع الطرفان الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على اتفاقية الزيادة في القطاع الخاص ب6% و10 دنانير كمنحة حضور. رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي أكدت أن الزيادة جاءت في ظرف صعب لكنها تعول على وعي الشغالين في مزيد تحسين الانتاجية والقدرة التنافسية. وقعنا اليوم على اتفاقية الزيادة في الأجور القطاع الخاص، ظرف صعيب مر به كل المؤسسات وكل القطاعات، لكن احنا تأكيد منا لسلم مولدنا الاجتماعية كان دورنا هو تحسين وضعية العمال في فترة معناها صعبة، دورنا اللي قمنا به كأصحاب المؤسسات القطاع الخاص هو تحسين الإنتاجية، الحث على العمل أكثر، واحنا متأكدين لشركائنا في الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو كيف متفقين اللي زيادة في الأجور وحدها راهي ما عندها حتى قيمة لو ما يكونش تحسين الإنتاجية وتحسين ظروف العمل. أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ثمن هذه الخطوة مشيرا أنه سيتم إمضاء اتفاق إطاري مع أصحاب المؤسسات الإعلامية والجامعة المهنية للبنوك والتأمين. هناك 7 اتفاقيات لم يقع إمضاءها من طرف الغرف المعنية بهذه الاتفاقيات 7، علينا أن تتضافر جهودنا مع جهودكم بغاية إبرام هذه الاتفاقيات. اليوم أمضينا اتفاق خاص بزيادة في الأجور بالعاملين في القطاع الخاص رغم عددهم تقريب أكثر من 2 مليون شخص، أمضينا اتفاق إطاري مع جماعة النزل ووكالات الأسفار، إن شاء الله مش نمضي أيضا اتفاق إطاري مع أصحاب المؤسسات الإعلامية وكذلك الجامعة المهنية للبنوك والتأمين، وبالشكل هذا نكون قد أتممنا كل المفاوضات. وأضاف العباسي أنه بالانتهاء من توقيع اتفاق القطاع الخاص سيفتح باب المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام في أقرب الأجل.
أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أمس أنه في إطار خلية الأزمة التي تم تكوينها لمجابهة تدهور الوضع البيئي الناتج عن تراكم الفضلات في البلاد، تم اتخاذ عدة إجراءات عاجلة، كما سيتم تطبيق القانون بصرامة، مضيفا أن من المسؤوليات الحكومة توفير بيئة سليمة للمواطن واتخاذ القرارات المناسبة. تتمثل الإجراءات التي تم اتخاذها في اجتماع خلية الأزمة المنعقدة اليوم في تطبيق الخصم والتتبع الإداري والقضائي طبقا لقاعدة العمل المنجز المنصوص عليها بقانون الوظيفة العمومية، دعوة الولايات إلى تنظيم حملة إعلامية مواطنية للتحسيس بضرورة الحفاظ على البيئة وإلى ممارسة صلاحيات الحلول محل نيابات الخصوصية التي لا تمارس مهامها، دعوة مختلف المصالح الإدارية العمومية إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 19 لسنة 13 و2000، الدعوة إلى عقد اجتماع بكل ولاية يوم غد الثلاثاء 24 من جوان الجاري لضبط خطط جهوية لتأمين النظافة والعناية بالبيئة، تفعيل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث ولجان اليقظة البيئية بالولايات، تأمين حملة نظافة وعناية بالبيئة ينسقها الولايات، توظيف التجهيزات المتوفرة لدى مصالح وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز والبلديات لفائدة حملات النظافة، تركيز نقاط أمنية في المواقع البيئية الحساسة، دعوة المجالس الجهوية إلى إبرام صفقات إطارية لتغطية العجز الهيكلي في تجميع الفضلات، دعوة السلطة المختصة إلى حجز المعدات المستعملة في مخالفات إلقاء الفضلات وتحرير المحاضر الجبائية المستوجبة، إحداث خلية أزمة تضم ممثلين عن عدة وزارات تتولى تنفيذ البرنامج بمختلف الجهات، تنظيم حملة إعلامية مواطنية للتوعية بضرورة الحفاظ على البيئة. إلى حين أنه ربما الإطار البلدي والعمل البلديين يرجعوا وقت ليراو أنه لابد أنهم يرجعوا للعمل متاعهم بطريقة معناتها منتظمة. هذه صحة أولادنا، صحتكم أنتوما، ما عادش فيها لعب، ما عادش فيها شوارعنا، رجعنا الحالة يرثى لها. ما عملناش ثورة باش ندخلوا في هذا، عملنا ثورة باش نكونوا أجمل ما فما. وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا لما أقره الدستور من حق للمواطن في العيش في محيط سليم. في الكاف وفي بديرة أولى من نوعها انتظم المهرجان الجهوي للرياضات الجماعية بمشاركة مهنيين في القطاع. المهرجان مثل فرصة لدعم الرياضة المدرسية وتطويرها ومناسبة لتكريم مجموعة من المتقاعدين والمتوجين في هذا المجال. أجواء متميزة عاشها المركب الشبابي حي الدير بالكاف بمناسبة احتفائه بالمهرجان الجهوي للرياضات الجماعية. المهرجان جمع بين مختلف الفئات العمرية وكان مناسبة للم شمل العائلة الرياضية بالجهة. هي فرصة وبادرة انطلقت في الحقيقة من الزملاء، ثم أردنا من خلالها كمندوبية جهوية للشباب الرياضة أن نعمم هذه الفكرة على جميع المعتمديات، وهي بادرة ومع في دورتها الأولى، نأمل أنه مستقبلا يوقع مع تولي بصفة دورية وتدخل في إطار تثمين مجهودات زملاء الرياضة والتربية البدنية من أجل دعم الرياضة المدرسية باعتبار أنها الممول الوحيد للرياضة المدنية، ونظرا لتقييمنا وتقديرنا لأن تراجع لشهادات الرياضة المدرسية، ولنحاول من خلال التظاهرة هذه إعطاء القيمة والأهمية اللازمة من أجل تطوير وإعادة الروح لقطاع الرياضة المدرسية بدوره يلعب دور مهم وأساسي في تطوير الرياضة. تكريم مجموعة من المتقاعدين والمتوجين في الرياضة المدرسية ومراكز النهوض بالرياضة كان كذلك من أبرز فقرات هذا المهرجان. التظاهرة هذه مستنا في الصميم، رجال عطاوا بدون حساب في مجال التربية البدنية في مجال الشباب، اليوم يقع تكريمهم. لفتة كريمة من مندوبية شباب الرياضة والتربية البدنية بالكيف، اللي حقيقة أنه نتمنوا باش تكون هذه عادة سنوية، لأن في تكريم للناس اللي اعطات لهذا الميدان هو نكران للذات. ابن المرحوم محمد ناصر القلميمي أستاذ رياضة وتربية البدنية، تكرمت بصيفتي ابن المرحوم بصيفتي ابن القطاع. نشكر السيد المندوب الجهوي للرياضة والتربية البدنية بالكيف على هذه البادرة الطيبة اللي ماذا بينا تكرر كل عام.
الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للرياضة والتربية البدنية بالكافة أوفت بوعودها، خاصة مع ما شهدته من أقبال جماهيرية. رغم قلة الإمكانيات في رياضة الكيك بوكسينج بنوادي الجنوب، انتظمت نهائيات البطولة وكأس الرابطة بالجنوب، وتم تتويج ملاكمين أشبال. تتويجات عدة وحصاد وفير من الميداليات والبطولات هي حصيلة موسم رياضي وصف بالاستثنائية لرابطة الجنوب لرياضة الكيك بوكسينج والأنشطة التابعة، حصيلة تم تقديمها في اختتام الموسم الرياضي بتنظيم نهائيات البطولة وكأس الرابطة لنوادي الجنوب. الجنوب كانت عندها نتائج كبيرة هذا الموسم على مستوى دولي، على مستوى أفريقيا، على المستوى العربي، وكذلك على المستوى الوطني، اللي سنات توجنا ب 230 ميدالية من بينهم 119 ذهبية. هذه النهائيات تميزت بمشاركة عدد من الملاكمين الأشبال في مبادرة لترسيخ التكوين المستمر والعمل القاعدي المنجز في مختلف نوادي هذه الرياضة بولايات الجنوب التونسي. ما عندناش الامكانيات الكبيره برشا، وما عندناش يعني القاعات اللي تكون معدات نتاعها يعني في 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 هاك المستوى، لكن عندنا ناس ما شاء الله يعني تحب توصل. اشبال ومدارس هذوما باش تبني على المستقبل قدام، باش يوصل لك جونيور سينيور، باش يدخل لك كيف ناسيونال، يعمل حاجات على الصعيد دولي ووطني. الكاس الرابطه هذا فرصه باهيه للوليدات الصغار، كما تعرف حتى التوجهات الجامعة السنة إن شاء الله باش نعملوا في البرنامج إكيب ناسيونال متاع الكادي والجونيور والسينيور، يعني هذوما الصغار المدة الجاية معناها عامين أخرين ثلاث سنين أخرين نلقوهم كادي ونلقوهم جونيور، كي تكثر معناها من التظاهرات هذه وكثر من الكومبيتيسيون ويتقاولوا الصغيرات تتنحى برشا رهبة والمستوى يزيد يتحسن ويزيد يطلع، كيف كيف المدربين زاد يتقابلوا مع بعضهم. في رابطة الجنوب لرياضة الكيك بوكسينج أبطال على امتداد المواسم رغم الإمكانات المحدودة وضعف التمويلات. إلى أخبارنا الدولية، فقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية اليوم عن بدء الصمت الانتخابي لمرشحي مجلس النواب، وأوضحت المفوضية أنه لا يجوز للمرشح في يوم الصمت الانتخابي ممارسة أي نوع من الدعاية في أي قناة من قنواتها حتى يوم الاقتراع المقرر ليوم الغد. أكد الجيش اللبناني أن الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة البارحة ناجم عن عملية انتحارية بسيارة مفخخة بنحو 25 كيلوغراما من المواد المتفجرة، وكان انتحاري فجر سيارة بالقرب من حاجز تابع للجيش في الطيونة، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا من المواطنين بجروح من مختلفة كانوا يتابعون مباريات كأس العالم بأحد مقاهي المنطقة. كما تسبب الانفجار في فقدان مفتش من المديرية العامة للأمن العام، بالإضافة إلى حصول أضرار مادية جسيمة في الممتلكات لما اندلع حريق كبير بموقع الانفجار الذي تقطنه أغلبية شيعية. أكمل المسلحون بقيادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش السيطرة على بصفات النفط الرئيسية في منطقة بيجي شمال بغداد بعد قتال شديد لعدة أيام، بينما لا تزال المواجهات جارية في مناطق أخرى من البلاد مع الجيش العراقي. رغم محاولات القوات العراقية صد عدة هجمات للمسلحين بقيادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على مصفاة بيجي أكبر مصافي النفط في العراق، تمكن المسلحون من استكمال السيطرة عليها. وقال ناطق باسم المسلحين إن المصفاة ستسلم إلى العشائر المحلية لإدارتها. في المقابل قال متحدث باسم الجيش العراقي إن قوات الأمن أحبطت كل محاولات السيطرة على المصفاة. الاشتباكات تتواصل أيضا في مناطق أخرى من العراق، حيث استعادت المجموعات المسلحة السيطرة على عدد من المناطق جنوب شرق مدينة الرمادي، واستمر تقدمهم في غرب البلاد وسط توعد بمزيد الزحف في اتجاه العاصمة بغداد. من جانبه يواصل الجيش العراقي تعقب المسلحين في بلدة العظيم من محافظة ديالى، كما أرسلت إليها تعزيزات كبيرة. وتمكنت القوات العراقية أيضا من استعادة السيطرة على معبر الوليد الذي يربط العراق مع سوريا، ولا تزال المعارك مستمرة في منطقة تل عفر.
وفي أحدث التحركات الدولية إزاء الانهيار الأمني في العراق، وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى كردستان لحث زعمائها على عدم الانسحاب من العملية السياسية في بغداد بعد أن سيطرت قوات الأمن الكردية على مدينة كركوك النفطية شمال العراق، فيما طلب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بتشكيل عاجل لحكومة وحدة وطنية للتوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد. كما عززت القوات الإيرانية إجراءات المراقبة على حدودها مع العراق. اندلعت فجر اليوم واجهات واسعة في مدينة جنين ومخيمها ووادي برقين عقب اقتحام واسع لقوات الاحتلال ضمن حملات المداهمة المستمرة التي تشهدها كافة محافظات الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال اقتحمت المخيم من وادي برقين وتصدى لها الشبان بالحجارة عقب اطلاق كثيف للأعيرة النارية من قبل قوات الاحتلال وسماع دوي انفجارات. وكانت الأمم المتحدة دعت السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس في عملياتها العسكرية بالضفة الغربية بعد إيقاف 350 فلسطينيا ومقتل وإصابة العشرات. وحذرت الأمم المتحدة من أن تتحول أعمال البحث عن المستوطنين الثلاثة إلى إجراءات انتقامية. في أوكرانيا، وافق الانفصاليون المواجهون لروسيا على الالتزام بوقف إطلاق النار مؤقت حتى 27 من جوان الحالي حسب أحد زعماء الانفصاليين في أوكرانيا، الذي أكد أنه بعد جلسة لمجموعة اتصال تضم رئيس أوكرانيا سابقا ومبعوث روسيا إلى كييف وممثلين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، انتهت المشاورات مع سلطات جمهوريتي لوغانسك ودونتسك بالموافقة على الالتزام بوقف إطلاق النار من جانبهم حتى 27 من هذا الشهر. وستسري هذه الهدنة بالتوازي مع هدنة وقف لإطلاق النار من جانب الجيش الأوكراني، أعلنها الرئيس بيترو بوروشينكو الجمعة الماضي كجزء من خطة سلام. أخبارنا متفرقة تأخذنا إلى الشيلي، فقد فجر المرصد الأوروبي الجنوبي قمة جبل ارتفاعها 3000 متر في صحراء الشيلي، وهي أجف صحراء في العالم وتوفر سماؤها ظروفا مثالية لرصد الفضاء، وذلك بغية تجهيز موقع أكبر تلسكوب فضائي في العالم. ومن شأن التلسكوب الأوروبي العملاق الجديد أن يساهم في مساعدة العلماء الساعين لمعرفة إن كانت هناك حياة في مكان آخر من الكون. وستكون للتلسكوب مرآة رئيسية قطرها 39 مترا عندما يكتمل بناؤه عام 24 و2000، مما سيتيح له تجميع الضوء بما يزيد حوالي 50 مرة عن التلسكوب الحالي. وحسب المرصد الأوروبي الجنوبي مشغل التلسكوب، فإنه سيكون بمقدور التلسكوب الجديد أيضا اكتشاف كواكب صخرية أخرى خارج المجموعة الشمسية. توافد هذا الأسبوع هواة جمع التحف الفنية من أنحاء العالم إلى سويسرا لحضور الدورة 44 من معرض آرت بازل، الذي يعد أكبر معرض عالمي للفن المعاصر. وقد تم اختيار عدد ضئيل جدا من المشاركين حرصا على إدارة المعرض على سمعة هذا المعرض بالرغم من توسيع صالاته إثر أعمال ترميم واسعة النطاق. وقد خصص آرت بازل هذه السنة حيزا أكبر للمجموعة تشمل التحف الفنية الكبيرة واللوحات والمنحوتات والمنشآت والصور الفوتوغرافية، وتمتد فعاليات آرت بازل المخصصة للجمهور إلى أواخر هذا الشهر. ختام هذا الموعد الأخباري مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 54 ألف مترشح يجتازون امتحانات دورة المراقبة للبكالوريا، ووزير التربية يؤكد اعتماد إجراءات إضافية لتفادي الغش. فريق من طلبة المدرسة العليا للتكنولوجيا والإعلامية تحصل على المرتبة الأولى في مسابقة دولية للآليات ذاتية الدفع بتايوان. تنظيم داعش يسيطر على مصفاة النفط الرئيسية في بيجي، ومواجهة دامية بين هذا التنظيم والجيش العراقي في مناطق مختلفة من البلاد. شكرا لحسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.